صباح الخير، أنا رزان وأنا براءة. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست Let's talk about job. بهالحلقة حنكون عم نحكي عن CV وكيف نقدر نعمل سيرة ذاتية بشكل محترف. ومعنا ضيفتنا لليوم رينا. أول شيء thank you كتير لألكم، انكم صدعتوني لحتى أجي على هيدا البودكاست. اسمي رينا قنواتي، أنا عم أقدم محتوى خصوصي باختصاص موضوع الجوبز، CV، cover letters، LinkedIn page وانترفيو كمان هالقصص. اسمي على الانستغرام رينا CVs، وصار عندي كذا platforms على انستا، على فيسبوك، على LinkedIn. اوكي، انا مختصه اكثر كمان بموضوع الكارير وموضوع عم اقدم نصايح قد ما فيني. ليش؟ لاني انا مرقت بهذا الشيء. لما تخرجت من الجامعه ودرست بزنس ادمنستريشن، تخرجت خلصت خصوصي بظرف كان كثير صعب اللي هو الثوره والكورونا، ما لقيت حدا اصلا يساعدني لا شو اعمل لا كيف اقدم شغل لحتى كيف اعمل CV ولا حتى اصلا كيف اروح على الانترفيو. فلما لقيت هيدا الشيء مش مشكله يعني نقص، قلت ليش حتى انا ما اكون انا هيدا الشخص اللي عم ساعد بهذا الموضوع. اول شيء بدنا نسالك شو هن الاساسيات اللي المفروض احطهم بقلب CV، وكيف انا فيني اتاكد انه صاحب العمل حيخدني. هلا بخصوص CV صار تطور كثير الموضوع. عنا 2 بارت نحكي فيهم هنين كتير. أول بارت اللي هو مسؤولين التوظيف خصوصي الـ HR، معهم 6-7 ثواني يقروا الـ CV، ما بقى مثل قبل يقروا 3-4-5 صفحات، هذه ما بقى منهم، هاي واحدة. هلأ بدنا نحط الأساسيات CV بطريقة مظبوطة، بدنا نختصر ونفس الوقت مختصر مفيد. يعني أول شيء بارت أكيد الاسم والعائلة، ما في CV بيتقدم بدون اسم وعائلة. تاني البارت اللي هو تحت الاسم، ما عم ينتبهوا لك كثير اشخاص يحطوا الجوب تايتل تبعيتهم. اذا انا سوشيال وركر لازم احط سوشيال وركر، اذا انا HR لازم احط HR، اذا انا مثلا سوشيال ميديا مانجمنت لازم احط سوشيال ميديا مانجمنت. هيك بتسهل لي موضوع الHR انه انا عم بقدم هيدا التخصص اللي انت بدك اياه. بعد ما بخلص هذا الموضوع بحط اكيد رقمي، الايميل، اهم شيء ايميل تبعوا الترانسفيرز التنسيق هذا ما بقى في منه، لازم يكون ايميل بروفيشنال، اسمي وعائلتي مع رقم معين @gmail.com بكل بساطة، لأن هيك فرجيه الHR أو صاحب العمل يعني أنا بروفيشنال. وكمان العنوان تبعي، كل ما كان العنوان يعني قريب شوي على مكان الشغل كل ما أحسن، بس أهم شيء نحط عادي لوكيشن. بعد ما خلص الكونتاكت انفورميشن تبعه وحط السمري ملخص مهني، مين أنا، ليه بدي أقدم على الشركة، شو يعني طريقة مختصر مفيد 2-3 صفور، شو خبراتي، لو فريش جرادويتد. في كتير ناس اونتر برانتاز خارجين جدد بيقولوا لي احنا شو ما نحب السمري، حطوا انكم تخرجتوا كبير، تعلمتوا مثلا هالسكيلز، قادرين جاهزينكم بلشوا شغل، ليش لحتى تستخفوا بحالكم لو انتم متخرجين جدد. معنا خلاص عباره عن 3 سكور ماكسيموم، بنزل على الاكسبيرينس، بنزل على الادوكيشن. هلا هون في شغلتين، اذا انا متخرج جديد دور على الادوكيشن اول شيء، لاني متخرج جديد حتى انا شو درست بأي جامعة أو أي مهنية وأي سنة خلصت. بحط الكورسات، كتير ناس ما عم تنتبه على هذا الموضوع، أنا شو الكورسات أخذتها لحتى أقدر فيه إني أنا أشتغل، أوكي؟ بعد ما خلص الإدوكيشن في عندي إذا أنا متخرج جديد الإكسبيرينس أو الإنترنشيب اللي أنا عملته، بدي أحط بالتفصيل الممل أنا وين عملت ستاش، أي سنة، شو قدمت فاليو، شو استفدت بهيدي الشركة أو بهيدي الجمعية أو بهذا البروجي اللي أنا عملت في ستاج. كتير ناس إذا بتلاحظوا بحطوا بس عنوان وخلص، طب شو استفد الـ HR هالمرحلة؟ إيس أنا عملت internships، لازم أعرف أنا شو عملت، بدي أبين له للـ HR أنا شو استفدت بهذا الـ internships. أوكي، بس خلص من هذا الـ internships والـ education بنزل على skills اللي هي صارت أهم شيء بالـ CV. أنا شو مهاراتي، إن كانت أنا مهاراتي الشخصية اللي أنا مثلا قادرة أشتغل تيمور، قادرة أشتغل كوميونيكي، قادرة بعرف أتواصل، كتير مهم هذا الموضوع أذكره بقلب CV. كمان التكنيكال سكيلز اللي هنا صاروا كتير أساسيين مهمين وبنضل عليهم بقلب CV، إن كانت أنا سوشيال وركر ولا كانت HR ولا كانت أنا سوشيال ميديا مانجمنت، شو بعرف أستخدم كسوشيال ميديا، شو بلاتفورمز اللي بعرف أستخدمها مثلا، شو التولز اللي بعرف أستخدمها. هلا من 2025 وما فوق صارت CV بده ينكتب عليها AI tools لهالدرجة. يعني هلا صار LinkedIn عم يركزوا على هذا الموضوع، بلشوا يكتبوا technical skills شو بعرف استخدموا AI، كان ChatGPT ولا كان غيره. نيجي على موضوع آخر الشيء، الريفرنس ضل ينحطوا بالCV، لأنه أصلا صار بنحط بطريقة ملف تانية، مو بقى مثلا ريفرنس
دقوا لهيدا الزلمة أو ليكوا أنا بعرف هيدا الزلمة هيدا لا أوكي، لأنه صار بهيدي الطريقة مختصر مفيد. وآخر شيء اللي هو اللغات، أنا شو بعرف أتعامل كمان اللي نحن أصلا ما طرفين كنحنا لبنانية خصوصا إنجليش عربي فرنش أوكي، ما بتعرف تحكي فرنسي ما بتحطها، ما بتعرف كثير تحكي إنجليش ما بتحطها فلونت لأنه بتنسأل عليا كمدير توظيف دغري بسألها حدا بتعرف تحكي إنجليش ما بتتلبك خلص بتحط عادي انك انت بيزك عشان ما انت تتلبك هذا الموضوع اوكي. والعربي اكيد كلنا خاتمين مثل ما بيقولوا اوكي. سو هم هدول الاساسيات يلي هم بسيطين بس نفس الوقت دقيقين بنحطوا بقلب السيفي لحتى يلفتوا نظره بهالخلال 6-7 ثواني لمدير التوظيف. هلا في بار ثاني انا بدي احكي فيه وكثير ركز علي، هو نظام الـ ATS اكيد كلكم سمعتوا عنه، Applicant Tracking System. هيدا بلش ب 2005 من شهر كثير من خلال امريكا ومن خلال كمان الخليج، لان مثل ما بتلاحظوا من قبل بلش كثير العالم تروح تسافر تروح على الخليج لان هيك اجى هالسيستم قال انا ما خصني بالاتش ار ولا شيء، هو ببرمج حاله على هيدا الاساس بنقي السي فيات. هنا ما عم يركزوا منيح هذا الموضوع. بيجي الاي تي اس شو بيقول لك؟ بيقول لك انا بدي مثلا سوشيال ميديا مانجمنت او مانجر خبره عنده 5 سنين وعنده ريسبونسابيلتيز، بيحط لك اياهم مثل ما 1 2 3 4 5 بيحط لك شو السكيلز اللي بده وهذا الاساس هو بيتبرمج. شو بيمرق بالاي تي اس سيفيات؟ كل السيفيات اللي بتكون مطابقه على النظام تبعه حسب بيكون اللون اسود وابيض بيكون اللي عندهم خبره 5 سنين وما فوق. لهيك نحن بنركز ونقول الحقوا الجوب سكريبشن، اذا بدكم تطابقوا يور سي في اي تي اس سيستم الحقوا الجوب سكريبشن، لانه بالجوب سكريبشن بيكونوا حاطين اصلا كيوردز اللي هن كثير مهمين ينحطوا بقلب السي في ليقطع اي تي اس، من ضمن الريسبونسابيلتيز من ضمن السكيلز، وكمان يعني بدكم تلحقوهم حسب الجمله المحطوطه حسب شو محطوط تحت. هون انتم بقى تكونوا تعرفوا تنسقوا مضبوط شو، فمشان هيك لازم اي سي في ينعمل وورد وتقدروا تعدلوا عليه. ولهيك الاي تي اس كان كتير مهم لحتى نحن نكون منظمين ومظبوط. انا كنت حابه دغري اول ما بلش فرجيكم بموضوع السي في، انه في عنا كتير ناس لهلا بتعمل سيفيات ملونه اوكي، ما عم بتبقى لهذا الموضوع. انت هلا حطي حالك محل اتش ار، انت هيك سي في ممكن تقري يعني شوفوا كيف عم تبيعها اصلا بيطلع، لانه كل السيفيات في منهم عم ينطبعوا ومنين قربوا اوكي. شوفوا الافتر مثلا كيف في طبق من نظام الاي تي اس، شوفوا الفرق بس كيف منظم ونسق ورا بعضه اوكي. حتى نفس الحديث هذا اخر واحد، ما اذا كنت فرجوا هذا الشيء بالبودكاست بس حبة اتطوي عليك كثير. ليكي كيف هذا ممكن ينقرا مثلا برايك بس ينطبع، ليكي كيف الفرق كيف صار مرتب ومنظم مختصر مفيد اوكي. فلهيك ننتبه على هذا الموضوع، نحن ماشي بموضوع نظام الاي تي اس صار تداول صار كثير يعني كل الجمعيات وكل المؤسسات اللي كان بلبنان وبرا لبنان صاروا مشتركين فيه ليفلتر سيفيات لانه ما بقى معهم وقت اوكي. سو مشان هيك عم نحكي نصايح بنقول طابقوا سيو سي في على نظام الاي تي اس تلحقوا الجوب سكريبشن. بالنسبة للوظيفة يعني نحن لا صار ترند كتير دورات بنعملها وكتير اشياء بنقدم عليها، فشو الاشياء يلي بنختارها؟ هل بنحطهم كلهم؟ وكمان بالنسبة للوظيفة انه كمان ممكن نكون شغالين كذا وظيفة قبل، فانه شو الوظيفة انا اليوم بس بدي احط يلي بيكون إلها علاقة بالوظيفة اللي عم اقدم عليها ولا بحط كل شيء انا عملته؟ جوابا على اول سؤال تبع السيرتيفيكيت، هذا الشيء اكثر شيء عم يعانوا منه او بيمرقوا فيه اللي هن متخرجين جداد، كثير قد ما فيهم بيعملوا ورك شوبس قد ما فيهم بيعملوا سيرتيفيكيت على هذا الموضوع. انا بنصح نصيحه، كل شيء بيفيد اختصاصي انا اللي عم بدرسه ونفس الوقت يطابق متطلبات السوق مهم حطه بالسي في وضوي عليه اوكي. اكزامبل سوشيال ميديا مثلا اكسبرت مفترض، كثير مهم ان انا بالسي في يكون في سيرتيفيكيت وورك شوب عامله عن هذا الموضوع، كيف نزل على انستغرام، كيف حضر محتوى مثلا مع اي جمعيه اوكي، تفصيل مهم انا شو استفدت بهذا الورك شوب. هذا الشيء بيفوت نظر المديرين التوظيف او الاتش ار اوكي. بينما اذا هو هذا السوشيال ميديا اكسبرت مثلا عامل دوره مفترض شيء تاني مختلف، دورة عن الاتش ار مثلا، شو خص مع الاتش ار مثلا كسوشيال ميديا؟ الا اذا الوظيفة اللي هو بده يقدم عليها 100%، اذا الوظيفة بده يقدم عليها بعدين ايه
فإذا يعني مختصر مفيد لجوابا لهذا السؤال، بدي ألحق أنا شو بدي أشتغل. جوابا على السؤال الثاني اللي هو الوظيفة، أنا سبق وحكيت عن هذا الموضوع. الوظيفة بتكون تلحق الجوب سكريبشن بكل بساطة، بتكون يعني تنسقوا خبراتكم أنتم ومهاراتكم أو حتى شهادتكم حسب متطلبات الوظيفة اللي أنتم عم تقدموا عليها. بكل بساطة هذا السؤال، في كتير ناس لهلأ بعد عم تقدم نفس السي في بكل المطاعم، هذا الشيء ما لازم. أول شيء أن الشركات بين بعضها بتحكي، بتكون تحطوا براسكم هذا الشيء، الشركات بين بعضها بتحكي بتكون هذا السي في مقدم عندي، هذا السي في مقدم، هذا الشيء بيأثر عليكم أنتم. هلأ عملوا كوستمايزيشن، يعني خصصوا كل سي في لهيدي الوظيفة. وهل فيني حط الوان او مفروض يكون ابيض واسود؟ اوكي، بالنسبه لهذا السؤال انا سبق حكي عنه بالريل كان عندي على الانستغرام انه موضوع الصوره. هلا لكون صريحه معك، الاي تي اس سيستم ما بيحب الصوره، بس في منهم في شركات عم يطلبوا من الاشخاص انه حطوا لنا صوره لنعرفكم. حطوا حطيتوا صوره، ما تحطوا صوره فلاتر او مثلا نهور ورانا او سيلفي، ما بيمشي الحال. صوره لازم تكون بروفيشنال جديه، لابسه اسود وابيض، او حتى الباك جراوند تبعيتي بيضاء. هيك انا مبين اصلا انه انا شخص بروفيشنال، انا شخص جدي. كل ما بينت شوي يعني انا شخص جدي بروفيشنال، كل ما هن اصلا حيتقبلوني، لانه مثل ما بتعرفوا باي شغل في شيء اسمه مسؤوليه. انا اول ما بدي فوت بدي مين انا مسؤوله، حتى ها شوي الفت له نظره بغض النظر عن السيبي. اوكي، فهذا موضوع الصوره بننتبه لهذا الموضوع. احسن ماكسيموم يكون المعلومات مرتبين ورا بعض، اسود وابيض مش ملون، يعني الاي تي اس سيستم ما بيحب الملون. هيدا الملون بكبه مثل ما هو بالزباله، ما بيقرا ابدا ولا بيوصل للاتش ار، بينما هيدا ستيل اكيد بيوصل للاتش ار وبيقرا حتى لو ما بقى له على القليل قرا، يعني اسمه صار عنده للاتش ار براسه. اوكي، بيكون المعلومات مرتبين ورا بعض، حجم الخط ماكسيموم بين 10 و 12 ما اكثر من هيك، لا بكبره كثير ولا بصغره كثير. العناوين واضحه خلص، يعني مثل ما قلت لكم سي في على قد ما بسيط، على قد ما دقيق، على قد ما انه سهل، على قد ما انه يعني بسيط، بس انا انتبه له للتفسير 100%. طيب شو الطريقه الانسب لنحن نكون عم نرتب المهارات تبعونا بالسي في؟ يعني نبلش بالاخر اخر شيء عملته، ولا من الاول شو انا اول شيء دوره عملته؟ هون بيلعب الدور موضوع المهارات حسب الخبره. اوكي، مثل ما قلت لك انه كل شخص شيء، شخص الفريش جراديويتد شيء، شخص اللي بلش صار عنده خبره شيء، شخص اللي صار عنده خبره اكثر من 5 سنين شيء. اوكي، يعني حبلش لك من اللي صار عنده اكثر من 5 سنين خبره، هيدا اكيد طورت مهاراته. فمهم مثلا تتركز لاول السي في شو عنده مهارات شخصيه. طيب فسؤالي هو انه شو هن المهارات هلا الاكثر مطلوب منهم؟ اكثر شيء الاختصاصات او المهارات اللي تتعلق بالاختصاصات اللي هن سوشيال ميديا، سايبر سيكوريتي، شيء مختص بالاي تي، كل شيء مثلا اي اي، كثير هول القصص عم يكونوا مطلوبين كمهارات. واذا بتلاحظوا تقروهم اصلا بالجوب ديسكربشن، بدي حدا مثلا يعرف مثلا يستخدم مثلا لنفترض تريلو مثلا، مثلا عم بحكي مثلا السيستم معين، مثلا لنفترض اذا محاسبه لازم يكون يعرف يستخدم سوفت وير، مثلا سيستم سوفت وير اللي هو صار معروف ثلاث ارباع شركه تستخدم مشتركه فيه مثلا. اوكي، بس عندك كاي تي او كسايبر سيكيورتي او مثلا كويب ديفلوبر لازم يعرف يستخدم لغات مثل سي بلس بلس، جافا سكريبت، سي شارب مثلا. هذول مهمين ادوبي 100%، جرافيك ديزاين ثينكس كثير، جرافيك ديزاين مثلا ادوبي. تخيل حدا درس جرافيك ديزاين ما بيعرف يشتغل ادوبي مثلا، على اي اساس بيوظفه؟ فمهم بين له هذا الشيء السي في وركز عليه. حتى كونفاي الاكثريه بيستهوي فيه انه يهدا هين هين، بس كمان عم يعطي نتيجه حلوه مثلا الستريتر مثلا. في كثير ناس هلا ما بتعرف تستخدمه، المهم اني انا احطه بالسي في بالتكنيكال سكيلز مثلا، وحتى بالاكسبيرينس. بدي اسال شيء قبل ما تسال براء، هلا البورتفوليو له علاقه شيء بالسي في او ما دخلهم ببعضهم؟ اوكي، هلا السي في شيء، بورتفوليو شيء. بورتفوليو اسمه بالعربي ملف انجازات، سي في اذا بتلاحظي هو بس حكي، بورتفوليو بين على الارض الواقع انا شو عملت. بورتفوليو في كثير اختصاصات مطلوب منا من اول ما تتخرج او حتى من اخر سنه تخرج لتعمل بورتفوليو لتبين لاصحاب العمل او للشركات انا شو عملت. الانتيريو ديزاين
ايه المهم يعني مش اسمك بتقوله خامل طوطة فاهمين مثلا شو استخدمته اوتو كارد مثلا هذا من تكنيكال سكيلز اوكي فكتير مهم بين صور حتى بقلب الصور بين بيفور اند افتر انا شو عملت انا شو قدمت فاليو انا شو غيرت اوكي صور انجازات مثلا اوكي هذا الشيء كتير مهم البورتفوليو بيتقدم مع السي في اوكي بيتقدم مع السي في لحتى انا بين لصاحب العمل شو عملت صح كتير اصلا على الانترنت كتير اصلا صار بتسهل هذا الموضوع بتعمل لك تمبليت جاهز مثلا بورتفوليو انت بس عليك تعرفي تعدلي وتعملي وتشيلي وتحطي وكمان في مثلا الاختصاصات اللي هن بيتعلقوا بالويب ديفلوبر وهيك صار بيعملوا شيء اسمه بيهانس مثلا هذا البيهانس خصوصي لانه مثلا بيعملوا بورتفوليو ليشوفوا هن كم ويب سايت عملوا شو غيروا شو عملوا بروجيات هذا شيء كتير مهم يعني هدول قصص بسيطة بس بأسرع توظيفنا ما عم ينتبه لها تعملتها. طيب رينا شو فيك تعطينا هيك نصيحة سريعة للمستمعين عن موضوع السي في؟ اوكي نصيحة للسي في بليز ما بقى نشوف سي فيات ملونة لأنا ولا غيري كان أنا شيكو أنا اكسبرت عن جد ما بقى تفرجوا الاتش ار انتم بعدكم ماشيين بالملونين هيدا الشيء ما بقى تستخدموا ابدا ابدا لو جاهز لو فور فري لو حدا قدم لكم سي في ببلاش ما بقى تستخدموا سي في ملونة تاني شيء انتم عم تدرسوا اختصاصكم انتم عم تشتغلوا طوروا من حالكم حطوا هيدا الشيء بقلب السي في هيدا الشيء اصلا ببين من اول نظره بيقراها الاتش ار استخدموا التمبليت اللي هي بتقطع بالاي تي اس اللي انا ديجا فرجيتكم اياها اللي هي بتكون هيك مرتبه ورا بعضها والاكسبيرينس كثير مهم تذكروا الارقام خصوصي اذا انتم صار عندكم خبره كثير ناس بتسالني من وين نحن اصلا بنجيب الارقام بنحطها بقلب الاكسبيرينس هذا الشيء ببين معكم بالريبورت انتم عم تشتغلوا مع اي بروجي مع اي جمعيه ببين على ادائكم اصلا اوكي فمهم تذكروا كمان الارقام بالاكسبيرينس تكونوا كمان مرتبين معلومات ورا بعض مثل ما انا حكيت contact information, summary, experience, education, additional information اللي هن personal skills, technical skills, language, خلص. هذا هو بكل بساطة نصيحة العالم. ودايما يعني ما تستسلموا من أول رفض يمكن ما بيقولوا مش أول رفض يعني أنا استسلمت خلص يعني السي في غلط في كتير ناس كان بيوضح هذه الفكرة في كتير ناس بتقولي الله يعني السي في اللي عملته منه منيح أو السي في اللي عملته بس عند رينا منه منيح هذا الشيء مو صحيح هذا الشيء بيلعب دور أنتوا شو عملتوا أنتوا شو اشتغلتوا على حالكم وأنتوا كيف كسبتوا حالكم بالانترفيو بغض النظر السي في مرتب انت بتعدلي السي في وبعدين بتعطي لهم المهارات صح 100% انا يعني بكل بساطه انا بعطي مفتاح بس انتوا بقى او اللي بيشتغلوا لهم انتوا اللي عليكم تشتغلوا على حالكم كمان مش الشغله بس تجي عليهم اوكي هذا الشيء اللي نحن بدنا نوضح له بهذا الموضوع وبس هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا رينا عندها بيج على الانستغرام بتعطينا كونتنت عن كل شيء بيتعلق بالسي في وان شاء الله تكونوا استفدتوا مثلنا Thank you so much رينا على الانترفيو كتير حلوة وبتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الانترفيو وباي باي